المعلومات التي ذكرتموها في المقدمة لناحية التفاصيل عن معين عدنان بوظهر، ولكن يعني نحن الآن هو يسكن في هنا في صيدا في منطقة البستان الكبير. والده الذي كان قصد وزارة الدفاع لحظة تعرفه على صورة ابنه عاد منذ قليل، وهو في منزله بانتظار يعني فحوص الحمض النووي الدي ان اي. العائلة تتحفظ عن الكلام أمام وسائل الإعلام وأمام الكاميرا بانتظار ربما يعني آخر الأخبار وبانتظار فحص الدي ان اي او فحص الحمض النووي. إذا الشاب معين عدنان بوظهرغم كان قد يعني حصل هذا بوظهر حصل كان قد بوظهر كان قد غادر يعني إلى الكويت، يعني أرسلته عائلته إلى الكويت بعد أن تقرب من حركة الشيخ أحمد الأسير خوفا عليه، يعني إلى الكويت وكانوا يظنون أنه في الكويت، لذلك تفاجأت على عائلة لحظة ماذا يحدث رامز في هذه الأثناء؟ إذن يبدو أن إشكالا ما يحصل.